وهي بنتي عند الباك ما لقيت باش نكون معاها. ربي شاد ما لقيتش باش نكون معاها. الباك كنت معاولة غندير لها الدعم وكنت معاولة غنعاونها، ولكن في هذه اللحظة الأخرى ما لقيتش. لحد الآن راهي باركة، ما كتقرا ما كدير حتى شي حاجة، حتى نشوفوا هاد الناس يديروا معنا شي حل يحلونا الحمام. هذه هي الحاجة اللي ضراتني، أما الجوع رجعنا. خادمة الحمام وضريت من شهر ثلاثة وأنا واقفة تل دبايا، ربي لعن بيا درجة أنا ما لقيت ما نسخن من نبرد. ربي شاهد وحق الله العظيم كل شيء كيتسنى، لا الكرة لا الضو لا حتى شي حاجة، ربي العالم. ودرجة اللي درني الحال وهي بنتي عند الباك ما لقيت باش نكون معاها. ربي شاهد ما لقيت باش نكون معاها. الباك كنت معاولة غندير لها الدعم وكنت معاولة غنعاونها، ولكن في هذه اللحظة الأخرى ما لقيتش. لحد الآن راهي باركة، ما كتقرا ما كدير حتى شي حاجة، حتى نشوفوا هاد الناس يديروا معنا شي حل يحلونا الحمام. هذه هي الحاجة اللي ضراتني، أما الجوع رجعنا، أما الموت راه متنا، أما حنا راه كنتوفاو وحنا واقفين، حتى واحد ما شاف فينا ولا واحد قالنا حشومة ولا هادي ولا هادي. ولهذا دابا خرجنا اليوم كناشدوا بسيدنا وتسنط وسمعنا وحلنا الحمامات، أما الوقفات راه وقفنا حتى طاب قلبنا وهضرنا تعيينا صوت لا من ينادي. دابا سيدي حنا واقفين هاد الوقفة كناشدوا بسيدنا باش يحلنا الحمام، لأن وقفت فينا الحد. حاليا دابا ما عندنا ما نسخنوا ما نبردوا، ربي اللي شاهد. هذا المهم ديالنا هو الحمامات يتحلوا، ما بغينا حتى شي حاجه من هاد الناس. حنا دقينا البيبان كاملين، حنا كنعانيو والناس كيعانيو، الناس راه تقصحوا بزاف، الناس راه ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم ما يعطيو لولادهم، كاين اللي ما عنده باش يخلص الكراء، كاين اللي ما عنده باش يشري قبزه، راه 9 شهور وحنا كنعانيو. هادشي راه ماشي معقول، القطاعات كاع خدامين وهاد الناس كاع اللي شتي جايين هنا، راه كاين اللي ما عنده 5 درهم باش يركب. هادشي راه ماشي معقول، الولاد ما عندهم باش اللي يعطيهم، ما عندهم ما ياكلوا. هادشي راه بزاف، حنا خويا تحقرنا، القطاعات كلهم خدامين. حنا المسؤوليه اللي كنطلبوا من المسؤولين هي يديروا معنا شي حل، وكنناشدوا الملك ديالنا محمد السادس يتخلف هادشي. حنا راه محقورين، الناس ديال الحمام محقورين، الناس ديال الحمام محقورين، راه بزاف اخويا عينا، ما عرفنا شنو غنديروا، مازال اما من اتجاه غنمشيو ليه، راه بزاف هادشي. هادشي راه بزاف، لا بالنسبة للشيخ غيلان مكرفسين، لا بالنسبة لأرباب الحمامات مكرفسين، القطاع ديال الحمام مكرفس، هذا الله. حنا عانينا بزاف في هذا القطاع، عانينا بزاف، حنا تضرينا أكثر من القياس، يعني بلا غسيل وزوبة، كتبنا جميع المسؤولين، ما كاينش شي أذن صاغية والو، حنا ضحية قرارات عشوائية. نحن ضحيه قرارات عشوائيه بكل صراحه، يعني لا يعقل ان الانسان 10 شهور هو ساد بدون تعويض بدون دعم. يعني انسان ما صاب ما ياكل ما صاب ما يصرف، حبذا لو شو كنعرفوا هذه واحد المسائل اللي هي ديال الخدامات الطبقه الشغيله، لان الطبقه الشغيله هي حتى هي مضروره وحنا كذلك مضرورين، بغض النظر على البنيه التحتيه ديال المحلات ديالنا، يعني بحال الشبكه بحال البنيه التحتيه الجعابي، هادشي كلشي فيه خساره فيه اضرار، يعني ضرينا بزاف. وكتبنا جميع المسؤولين باش يسمعوا لنا باش نستأنفوا العمل وسعى الحياه اللي من تنادي. المهم حنا درنا وقفه احتجاجيه، كنتمناو باش يسمعوا الصوت ديالنا، وكناشدوا صاحب الجلاله باش يتدخل وينصف هذا القطاع، هذا راه محقور، راه تحقرنا بزاف. المعاناه ديال ارباب الحمامات، يعني كاين الناس اللي دخلوا في افلاس، كاين الناس اللي فقدت العمل ديالها، كاين الناس اللي كاين ضرر كبير ما يمكنش غنعطيك لي ديتاي، ولكن حنا كنناشدوا الحكومه اللي حنا صوتنا عليها وخليناها كمسؤوله باش تسير لنا امورنا امور الشعب، باش تشوف فينا واحد الالتفاته، يعني تشوف هاد الناس اللي غاديين غير في الهامشيه، يعني ما يمكنش كاين ضرر كبير. حنا دابا كتشوفنا واقفين على رجلينا، كاينه واحد الفئه اللي ما قدراتش تجي، فئه اللي ما قدراتش توصل الكلمه ديالها، فئه اللي ما عندهاش حتى فلوس ترونسبور باش تجي لهذا المقر هذا باش تهضر.
وهذا الشيء اللي كنقول اخويا القطاع راه ضرر بزاف، وكنطلبوا من الناس المسؤولين باش يلتفتوا شي التفاتات خير ويشوفوا من حال هاد الناس هادو، لان القطاع ضرر بزاف. لعندك لا الصالونات الاستيتيك الحمامات كل شيء، هاد القطاع كله كل العصا. وحنا كنطلبوا من الناس المسؤولين كنقولها وكنعاود نكررها باش يلتفتوا لينا يشوفونا، راه ما بغينا والو، بغينا غير نخدموا، بغينا غير القطاع ينتعش، القطاع يعاود يحيا. يعني راه غادي يبدا ازيرو، كاينين الناس اللي غيبداو ازيرو، كاينين الناس اللي فقدوا المحلات ديالهم، كاينين الناس اللي ما قدراتش تبقى تخلص في العمال ديالها هما، يا واخا تعطيهم غير 50%، كاينين الناس اللي ما قدروش، الناس فقدوا العمل، الناس فقدوا بزاف ديال الحوايج. ملي كتفقد العمل كتفقد بزاف ديال الحوايج، ما كتبقاش تقدر تسيطر عليها في حياتك. يعني راه غادي يكون شي حاجه يعني خايبه. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى هو يحد علينا هذا الشيء ويكون خير ان شاء الله. رفعنا تقدمنا راسنا رئيس الحكومه وراسنا وزير الداخليه في هذا الاطار هذا باش هاد الحمامات يستجبوا لهم ويفتتحوا. مع الاسف ما استجبوش، وحاله الطوارئ الاخيره فيما يخص مدينه الدار البيضاء زادوا اكدوا على اغلاق الحمامات واغلاق الحمامات. حنا غادي نتسناو هذا، حنا احترمنا هاد الثلاث اسابيع غادي نتسناوها. راه قلت لهم من هنا اسبوعين غادي نديروا واحد اللقاء وغادي نتقدموا، راه غادي يخرج بلاغ ديال المكتب النقابي ديال الاتحاد العام للمقاولات والمياه فيما يخص هاد الشيء ديال الحمامات، ارباب الحمامات. غادي نتقدموا، غادي نخرجوا ببلاغ وغادي نتقدموا بواحد الملف مطلبي. حنا درنا التصور، قلنا لهم بانهم يحترموا التدابير الاحترازيه. انا فاش كنشوف الترامواي وكنشوف الطوبيس، هذا الحمامات راه نقى من الطوبيس والترامواي، حيت الناس راه كيغسلوا وكيديروا الصابون، وهذه هما اكثر من هذا الشيء. قال لك غادي يعقموا الحمامات، كل فوج اللي كيدخل من بعد منين يخرج غادي يعقموا الحمامات. مع الاسف كاع الطرق اللي تقدمنا بها اللي ما يستجابوا لها.